عالية الكعبي، وكيل أول نيابة بدائرة القضاء بأبو ظبي. لقد اتيحت لي الفرصة لحضور مؤتمر الانتربول الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكان هناك مشاركة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لعرض جهودها بهذا الصدد، ولقد عرض كذلك العديد من الدول مشاركاتهم. وأشكر الانتربول لإتاحتنا لهذه الفرصة للاطلاع على المشاركات والجهود الدولية بهذا الصدد.